احنا بمديرية ثقافة حمص عاملين عرض اسمه الغابة الضائعة. الحكاية عن النظافة. نحن اليوم نروح على الغابة فبصير في بدنا نشعل منقل حرائق وكذا مشان ما تصير، نشيل من تحت منا الأوساخ اللي بتصير. هي الشيء اللي عم نقدمه احنا بالغابة الضائعة اليوم، بالإضافة للعروض الترفيهية للأطفال اللي هي شخصيات كرتونية يعني، وعاملين شغلة اسمها فهيم الفهمان. هاي الفكرة يعني الطفل اليوم هي بسموها حركة تفاعلية. كله تأليفي وإخراجي وإعدادي كله، وحتى الدوم تصنيعي اشتغل بكل أنواع الفنون، لأنه المسرح بده كل هالفنون. عرضنا هادف للأطفال، هو عم نحاول إنه نفرجيهم للأطفال إنه نحن لازم نحافظ على الطبيعة، نحافظ على نظافة الطريق، نحافظ على النظافة بشكل عام، ما لازم نكسر الأشجار، ما لازم يعني هذا الشيء الطفل لازم يتعود إنه يسويه. نحن عم نحاول قد ما فينا بأسلوبنا بطريقتنا بطريقة الدمى بطريقة الأغاني عم نحاول إنه نعطيها للطفل. المسرحية كتير يعني منيحة بالنسبة للأطفال، وكتير بتشجع إنه ما نعمل أي شيء غلط، وبالنسبة للحدائق إنه ما لا نوسخ البيئة ولا نقطع الأشجار ولا الأزهار. أتمنى أن الكل يجي على هالمسرحية، وهي كتير حلوة وبتشجع الأولاد. حب هيك إحساس المسرحيات وهيك شغلات، قصص جديدة نشوفها نتعلم منها شغلات.